خير مدام. تفضل الشركة. مدام جاية. صباح الخير. يا صباح النور. تفضلي على القهوة. شكرا، بدي اشوف مدير المنصوص. شكرا كثير عامر. يا اهلا وسهلا. اهلا مدام جينا. صباح الخير. يا صباح النور. تاخرت ولو اهلا وسهلا. تفضلي شرفي. شكرا. طمني صار شيء؟ هدول تقريرين، واحد كتبه الاستاذ علي وواحد كتبه الاستاذ شريف عن عملي. مع عدم الموافقه. أنا آسف مدام، عفوا، يعني بدي أقول لك شو بدك بالأعمال البوليسية؟ اكتبي شيء اجتماعي مدام، دوري على مشكلة اجتماعية وعالجيها. أنا بعرف عادة النساء عندهم قدرة عظيمة على معالجة هيك قضايا. معك حق، رح أفكر. بعدين لشو هاي النهايات السوداوية؟ أنا بعرفك كثير متفائلة. في أحلى من النهايات السعيدة يا مدام لجينا. لا والله. طيب بالإذن. نشرب قهوة مدام؟ لا شكرا، لسا عايشة. يا ريت. أهلين. أنا آسف. ولا يهمك. فرصة ثانية إن شاء الله. شكرا. وسلم لي على الأستاذ علي والأستاذ شريف وقول لهم شكرا. فكر بملاحظاتهم. أهلا وسهلا. كلوز على رانيا بعدين كلوز على سامر. سامعونا يا شباب؟ شادية بدنا نشتغل. استاذ بس لسه النصوص معهم. خليكي بشغلك شادية، خليكي بشغلك حبيبتي. انت بتقعد على كلمة لا على الكرسي. اوكي. رانيا انت براك كذا. انا؟ اهلين مدام رجينا. اهلين. اهلين روحي. كيفك مدام رجينا؟ الحمد لله. مرحبا مدام لجينا. مرحبا. ان شاء الله عم تحضري لنا شيء جديد. تقريبا. طبعا انا البطل، مو هيك؟ طبعا. وانا خير لجينا. مع عدم الموافقه. مرحبا جوج. اهلين شادية، كيفك؟ الحمد لله. شادية حضري حالك للمشهد اللي بعد. حاضر استاذ، عن اذنك جوج. الله معك. ولا يهمك روحي. المسا بنحكي بالبيت. حضرين لنا طاولة ظريفة بجوز تطب علينا الشلة، لأنه اليوم رح أصور مشهد الفينال. ما تتضايقي، أوكي؟ أوكي. خليهم يوصلوني. أوكي وصلوها. حاضر. باي باي. الله يعطيكم العافية. الله معك، مع السلامة. مع السلامة مدام. يلا شباب. بروفا. أوكي. خمسة. خمسة. أربعة. ثلاثة. عمري كوم والحب ده كوم، عمري كوم والحب ده كوم. خلال امبارح ما جاليش نوم، قبل ما ترميني في بحورك، قبل ما ترميني في بحورك، مش كنت تعلمني لو تعلمني لو بدون العز يا استاذ كمان. اهلا وسهلا. يا سيدي ان شاء الله تعيش وتعزم وتعيش وتشرف. اهلا وسهلا. تعيش وتستفدنا. هات لك شوف، هات لك بالسيجار. قول قول هات. شادية؟ سامي وين رحت؟ رحت. تعال تفضلي. شو
اهلا وسهلا يا جماعه. تفضل استاذ عرسان. بيتزا. بيتزا نعم. تفضل يا استاذ، قالوا لي بتحبي البيتزا انت. مدام لسه بدك يا رب. تفضلي شاهدوا على عيني. صوروا، قال ما بدهم اعمال بوليسيه. فيلم صمت الخراب اخذ 5 أوسكارات وهو بوليسي من اوله لاخره. يضل الواحد حاطط ايده على قلبه من غير ما يتنفس. ساعتين وهو حاطط ايده على البوليس. ايه بس النقاد اعتبروا جائزة غير ملزمة بصراحة. الفيلم فاضي. أنا الفيلم قرايه فاضي. في ابتزاز شديد لأعصاب المشاهدين. لا أنا بوافق. جودي فوستر وأنتوني هوبكنز بيستاهلوا جائزة. تمثيلهم كان بطريقة رائعة. ممثلين بهالأهمية المفروض ما يشتغلوا بهيك نوعية من الأفلام. أنا بحب الأعمال البوليسية وحتى الأفلام العاطفية، إذا ما فيها شيء بوليسي ما بتشدني. الله يخليكم ما تفخذوني يا جماعة، المعالق ما بكفوا، واحد ياخذ معلقة والتاني ياكل بالشوكة بدون ما أحس بكبهم بزبالة. روحوا برجع على الفاضي. يا فاضي شو بدي محيطهم بيتو 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 ما تبلى هالفتلة إلهي. الله يخليك. طبعا لأنه عالق بيكون بالكتابة. شي يوم بدي اخذك على العصرونية وتشتري كل النواقص. يا ريت يا شادو يا ريت. طبعا ولا يهمك مدام لوجينا، انت اكتبي لنا هيك تمثيليات حلوه بتاخذ العقل واتركي لي هالاعمال الدنيويه لاصحابها. شو قصدك سامير؟ ابدا ابدا سلامتك. ايه استاذ يوسف، بنرجع لفيلم صمت الخراف. بتعرفوا يا جماعه قديش مكلف؟ قديش يا سيدي؟ 60 مليون دولار. ايه لا حصرتي. طيب بتعرفوا قديش عائداته؟ 100 مليون. لا استاذ 200. يا لطيف انت. اي نعم. انا بعتقد اهميه الفيلم بتبلش من الامكانيات اللي بتنحط مشانه. مو شرط الاهميه بالموضوع بالاول، بعدين بشطاره المخرج. ممكن بس كمان الامكانيات بتلعب دور. انا اذا بدي اعمل فيلم تاريخي بحتار كيف بدي اعمل ديكور قصر ضخم وبتكاليف محدوده. واذا كان في معركه بتحطونا تحت شرشفين على اساس خيمه وبتخلونا نطلع بالحيط ونقول ويلاه اني ارى جحافل الاعداء تقترب. الله عليك شو نبعت شو العمل تخرجه بس بامكانيات محدوده. نعم شو العمل بتحب انك تخرجه بامكانيات محدوده؟ الجريمه والعقاب لدوستويفسكي. مو بس هيك، انا بتمنى اني العب شخصيه راسكولينكوف. اوف راحت علينا استاذ. لا فعلا انا ماخوذ بهالشخصيه وخاصه تبريرها للقتل واحساسها المتناقض تجاه نفسها. كيف يعني؟ يعني راسكولينكوف بالوقت اللي بيشتهي يكون في نابليون بحس بحاله انه حشره، مجرد حشره. ايه بس هذا الموضوع تناولوه كثير من الكتاب والمخرجين. مو مهم. اتاخرت رانيا. رانيا بهالايام مو فاضيه. ليش؟ عم يقولوا والله اعلم انه في واحد معروف تزوجته بالسر. وين السر اذا الناس بلشت تحكي؟ يا سيدي انا ملاحظ عليها لفتره عم تيجي على التصوير لحالها وعم ترفض انه حدا يجيبها او يوصلها. مظبوط. استاذ يوسف شو رايك بهالسبق الصحفي؟ يلا انشره. يا سامي ليش انا بشتغل بمجله فضائح فنيه يا اخي؟ بعدين كل واحد حر بحياته الخاصه. ايه ما في احلى من الحكي عن الحياه الخاصه. ايه سكتي يا امانه شو الي يا يا ترى مين متجوزه؟ لك سكتي بقى. كنت عم تحكي علي ما هيك؟ فعلا انا شخصيا كنت عم اقول انك احلى وحده بالوسط الفني. حتى اساليهم. يا سيدي مصدقتك وانا كنت عم تكذب علي. كذاب. يا ستي لا تغاري وانت احلى وحده بس قبل 10 سنين. كتر خيرك استاذ كمان، اصلا ما حدا كبرني غيرك. من يوم ما عطيت لي دور ام ما عاد حدا يعطيني غير دور الام. انا بدي العب دور يا اخي. حاجه بالله لا تزعلي شادي، انا بكره بدي اكتب لك عمل خصوصي الك. ليك جوجو من هلا عم اقول لك اذا دور ام انا ما بشتغلها. لا 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 قالت لي المدام قال دور وحده عانس بتموتي فيه بس انا ما بحبك يعني بعتبرك كثير امي. ام من وشها سامر. اسمعي مني بديكي بس النظافه لها علاقه بالعنسه. حاجه بالله بلا مزح
يا جماعة اليوم أنا كنت عند مدير النصوص وقال لي إنه لازم أكتب عمل اجتماعي، وبهاللحظة بهالدقيقة إجتني فكرة. تحركوا تحركوا شباب. تعالوا كيلو تعالوا كيلو حتى تعرفوا. تعالوا كيلو. حاتم سلم سلم حاتم. ايه تعال حبيبي تعال. انا بدي اكل. انا جوعاني انا بدي اكل. تفضل تفضل انا هون بدي اقعد. سلم حجي انا وياك بكفي. كمال ليش فقت؟ انشغل بالي عليكي، فتحت عيوني ما شفتك. تعبانه ولا قلقانه؟ بالعكس، حاسه اني بقمه نشاطي ومفتوحه نفسي للكتابه. عود عود اسمع شو كتبت. هلا بعرف انك نعسان بس حابه اخذ رايك. بالله يعود. طيب هاتي لنشوف. المشهد الاول. نعم. غرفه النوم، سيده في الأربعين من عمرها تفرغ بالصدفة جيوب بنطال زوجها فتكتشف بيان زواج له من واحدة أخرى فتصاب بصدمة. شو رأيك؟ اسمع، أنا حابة أعالج موضوع الزواج الثاني. تصور يا كمال، واحدة ست مستورة قاعدة ببيتها متجوزة صلى سنوات كثيرة، فجأة تكتشف إنه جوزها اتجوز عليها. شو بك؟ ليش ما عم ترد علي؟ يو ليكون عاجبتك الفكرة؟ لا الفكرة كويسة. شو؟ أنا تعبان شوي، أيمنا اتصلي على خير. شايفني بملعبك؟ ليش قد الساعة؟ 9:15. حاجتك نوم، شكلك بضحك وانت صاحية هلا. بزعل منك ها؟ امتى رح تبلش مونتاج؟ بكره. في شي مقلقك كمان؟ لا بس بجوز يكون شي سخيف. رانيا بيان زواجنا معك؟ ايه ممكن تتأكدي؟ Thank you.
ليكو هيدا هو. طيب رجعي لمحل. لهلا ما فهمت شيء. في قهوة؟ كمال انت ليش كل مرة بتحكي نص القصة وما بتكملها؟ ما في قهوة لتقلي شو صار؟ يا ستي امبارحة فتحت قريحة لجينة على الكتابة بالليل. مو أول مرة. صح، بس هالمرة الفكرة اللي عم تكتبها لفتت نظري. فكرة؟ عم تكتب عن وحدة اكتشفت انه زوجها متزوج عليها. شو مو معقول؟ شو هالمصادفة الطريفة؟ بجوز ما تكون مصادفة. شو قصدك؟ امبارحة على العشاء صار تلطيش كلام عنك وعن زواج سري من رجل مشهور، يعني شيء من هالقبيل. كان حاسسني قلبي انهم عم يحكوا علي. وانت شو كان موقفك؟ يعني شو بدك يكون موقفي؟ شاركت معهم بالحديث طبعا. يعني انت كمان حكيت علي؟ مجنونة، كيف بدي احكي عنك وانت زوجتي؟ اصلا الحديث كان عني وعنك. كل اللي قدرت اعمله حاولت تكون طبيعي مشان ما الفت انتباه حدا. تلفت انتباه حدا؟ اللي بدي افهمه بس ليش انا بيحكوا عني بالاسم وانت بيعتبروك مجهول؟ لانك مشهورة اكثر مني. مشهورة اكثر منك؟ ولا انتوا رجال بتعرفوا تحبكوها مزبوط وتطلعوا مثل الشعرة من العجينة؟ بالعكس، انا بتمنى يكون زواجنا معلن مشان جاكر كل معجبيني. لك حدا بيصح له يتزوج رانيا الساحرة الرائعة وما بجنن الفرح؟ بس شو استفدنا؟ معلش حبيبتي، طولي بالك علي. مين بده يجي هلا؟ ما بعرف. لا تفتح. عفوا نسيت. شو هالفوضى هي يا لجينة؟ أنا آسفة حبي، بس حالة الكتابة لابستني لبس. إيه بس حالة البيت هيك لا تطاق. هلا برتبه، اسمع هالمشهد، اسمع اسمع اسمع. ها. مشهد رقم 14، غرفة الجلوس. ينزعج الزوج لأن زوجته الأولى لم تطبخ له فيترك البيت غاضبا وهو يقول هي مو عيشة. مشهد 15، بيت الزوجة الثانية. يصل الزوج إلى منزل زوجته الثانية فيجدها قد طبخت له ملوخية. مشهد 16. طبخ؟ شو طبخين اليوم؟ هلأ بطبخ، خليني أكمل لك قراية. مشهد 16. يعني بفهم على أنه ما في أكل؟ بدقيقتين بحضر لك كل شيء. وحياتك كنت مفكرة رح يزيد عنا شيء من عشا امبارح، بس الممثلين تطشود يعني يخزي العين، مسحوا الطاولة مسح. خليني أكمل لك قراية. أوكي بكملي لي بعدين بعد ما تخلصي كتابي. أنا طالع لبرا. ما بدك تاكل؟ باكل برا. باي باي. آسفة حبي. معلش معلش، أوكي. كملي كتابي أنت.
شادية. أهلين أستاذ كمال، تشرفنا. أنا جوعان. بدك تضل واقف على الباب، هلأ بيشوفك حدا. بقدم لك صديق الدب، معجب جديد. تشرفنا. بقدم لك حبيبة القلب رانيا. تشرفنا يا أنسة. مدام يا دب، مدام كمال. أصلاً أنت ما فيك تعترف إلا للدب. على كل حال، هو أحلى منك بكتير. طبختي اليوم؟ طبعاً، وأكلي بتحبه كتير. بعرفك بتحب الملوخية. مين كان عندك اليوم؟ شو هالسؤال الغريب؟ قصدي حدا بيعرف انك طبخة ملوخية غيري؟ وهذا سؤال أغرب. رانيا احكي هلا. مرت شادية لعندي بس ما طولت، قعدت نص ساعة وراحت. صار حديث بينكم عن الملوخية؟ كمال عم تمزح ولا عم تحكي جد؟ شو قصتك اليوم؟ صاير مانك طبيعي. الشيء اللي عم يصير معي هو اللي ماله طبيعي. في غير الالهام اللي هبط على الست لجينا؟ ما في غيره، وما لي عارف اذا كان الهام فعلا ولا مقصود. شو صاير شي جديد؟ اليوم قرات لي مشهد قال شو الزوج راح لعند زوجته الثانيه ولقاها طبخه ملوخيه، وهي انا اجيت لعندك ولقيتك طبخه ملوخيه، شو رايك؟ وين المشكله؟ هلا لو بتدور نص بيوت الشام بتلاقيهم طابخين ملوخيه. طيب وبيان الزواج؟ كمان لو بتدور نص بيوت الشام بتلاقيهم مخبيين كل خزانة بيان زواج. عم تمزحي؟ الموضوع فعلا مستحق التفكير. يمكن شادية شمت ريحة الملوخية وراحت قالت لها. لا مو معقول، مو معقول اللي عم بصير، مو معقول. أخي رجع لعند مرتك، يلا رجع وما تورجيني وشك وما تخلص كتابة. يلا يعني ما بدك يعني بكرة نحتفل سوا بعيد ميلادك؟ الدب خانقني وقال لي ما بتعرف تشتري هدايا. قلت له شرف هاي المصاري وروح انت اشتري للهدية. شادية أهلين كمان. شو عم تعملي عندك؟ أنا ما بعرف أقعد غير على نظافة. تركي بنيدك، تركي بنيدك. وجينا وينها؟ بالمكتب، عم تكتب. شو عم تسوي شادي عندك بالبيت؟ اتصلت فيي، قمت قلت لها تعي لعنا. ليش؟ يو شو ليش؟ مشان احكي لها عن فكرة العمل. وحكيتي لها؟ لا لسه. معقولة تتركيها ترتب البيت وانتي قاعدة عم تكتبي؟ والله انا ما قلت لها ترتبه، بس شادية مو غريبة ومعتبرة البيت مثل بيتها. واعز عود عود واسمع شو كتبت. الله يخليك. لازم روح سعادة مو حلوة هيك. قريب مشهد. مشهد 23 بيت الزوجة ثانية. الزوج كل عام وانتي بخير يا حبيبتي. الزوجة بس عيد ميلادي بكرة مو اليوم. الزوج بعرف بس انا بحب احتفل فيه كل يوم. كل يوم وانتي بخير يا حبيبتي. شو رأيك حبيبي؟ كمال كمال حبي شو رأيك بالحوار؟ حلو كتير. ايمتى كتبتي المشهد؟ قبل شوي. يعني بعد ما اجت شادية ولا قبل؟ ليش؟ لا ما في شيء، بس قلت لحالي يمكن شادية هي اللي اوحت لك فيه. بالله صاير مثل مدراء النصوص، ما عندك ثقة بامكانياتي؟ لا بس شادية احيانا وبطريق الصدفة بيطلع معك كلام بيوحي بمشهد. فعلا انك ذكي،
لأنه هي يلي أوحت لي بهالمشهد. كيف؟ يا سيدي شادية راحت لعند رانيا. إيه. قامت قالت لرانيا إنه بكرة عيد ميلادها. وشو دخل رانيا بالموضوع؟ أبداً حبي. ما دخل بنوب. بس فكرة عيد الميلاد بحد ذاتها هي اللي أوحت لي بالمشهد. كملي. إيه. اسمع. لكمين وين وصلنا؟ يقدم لها الهدية قائلاً: هذا الخاتم من الذهب الخالص، وهذا الحجر مثل هاد يعني فيروز حقيقي، مشان ما حدا يصيبك بالعين يا روحي. شو رأيك روحي؟ هذا الخاتم من الذهب الخالص، وهذا الحجر فيروز حقيقي. رانيا ما بتحب الذهب. وحسني مو مبين، أنا شو بعمل؟ اعمل مثل ما. استنى محمود استنى، رجع. أعطيني كلوز سابر. مبين، أنا شو بعمل؟ مرحبا. أهلاً. مرحبا. يعطيك العافية. الله يعافيك. تحملني هاي؟ والله حسب خفة دمك. شلونك؟ منيح، بس طمني استاذ، كيف عم اطلع بالزلمه؟ مو بطير العقل؟ بتاخذ العقل كثير. بس انا احسن وحده فيهم، ما هيك استاذ كمال؟ انتوا اثنين مناح. طبعا يا عمي، بحق لك تشوفي حالك اموره ومدلله. شو هالخاتم الحلو هذا؟ شكرا. فعلا حلو، عيار قديش؟ 21. فرجيني والله. كي حتى هالخرزات الزرق عاطينه جو حلو. كرزات زرق وحياة عينك فيروز حقيقي، مشان ما حدا يصيبني بالعين. بس مالك بالعاده بتلبسي ذهب؟ اجاني هديه من صديق عزيز، معقول اقرفضه؟ صديق عزيز؟ ايه ليش لا؟ طبعا يا عمي، العز للرز، قصدي العز للذهب والفضه شنقت حالها. الناس بيقولوا بالأول كل سنة وأنت سالمة، بعدين إذا ما عجبك الخاتم فخده. ليش هيك عم تتصرفي؟ شو متوقع لكان؟ كمال أنت مو ملاحظ على حالك؟ شو صاير لك؟ ما كنت هيك؟ معقول بهاليومين تتغير كل هالشي؟ شك مسيطر عليك والقلق محاصرك. شو بتسألني؟ مين كان عندك وشي مين جاب لك هالخاتم؟ وأنا عارفة لسه لقدام شو ممكن تساوي. أنا تعبان، تعبان يا راني. يلي عم يصير معي شي مو طبيعي أبداً. الخاتم هذا اللي رميتيه والفيروزات اللي عليه قالت لي اياهم لجينا بمشهد عم بتكتبه كأنه عم تقرالي كفي. معقول؟ حتى كلمة كل سنة وانت سالمة خايف قلك اياها، لأنه الخاتم تقدم بمشهد عيد الميلاد. شادية بتعرف إنه اليوم عيد ميلادي؟ بعرف، وقال هي اللي أوحت للجينة بالمشهد. بس شو عرف شادية بقصة الخاتم اللي إذا حدا خبرها؟ معقول يكون في حدا عم يراقبنا؟ يراقبنا؟ لمصلحة لجينة. مثل مين؟ مثل سامر مثلا. شو مصلحة سامر مع لجينا؟ مصلحته معك. معي أنا؟ سامر مهتم فيكي، كأني اليوم حسيته أنه عم يلمح لشي. كمال لا تخلي خيالك يشط كتير. لجينا لو بتعرف كانت واجهتك فورا، لأنه لجينا مانا من النوع اللي بيلجأ لهالأساليب. فعلا لجينا إنسانة بسيطة ومستحيل تفكر بهيك شيء. بسيطة لدرجة إنها لهلأ ما اكتشفت التبدل اللي طرأ على مشاعري تجاهها. وأنت مبسوط لهالتوازن اللي محققه بيناتنا؟ أنا وين وأنت وين راح تفكيرك؟
أنا آسفة، بس كمان لازم نوصل لنهاية بهالقصة. شوف، يا إما بتتجاهل اللي عم تكتبه لجينا، يا إما بتواجهها وخلينا نخلص. لو كان الموضوع بهالبساطة كنت قلت لها من زمان. طالما ما عندك الشجاعة تقلها، ليش لحتى تحط حالك ولا تحطني بهيك موقف؟ لأني حبيتك، وأنت بتعرفي منيح إني بتمنى لو كانت أمورنا تمشي بشكل طبيعي. بس شو بعمل لك إذا أنت ما ظهرتي بحياتي إلا بعد زواجي فترة طويلة وطيرتي لي عقلي؟ ليش هي إنسانة مسكينة بسيطة ما أسألت لي بشي؟ فليش لحتى ضايقها؟ على كل حال أنا رح أخلي الأمور تمشي مثل ما بدها تمشي، ورح أتجاهل الموضوع. إذا عرفت لجينا بيكون عرفت، ولكل حادث حديث. البسي الخاتم. لو أنا بدي أختار لك إياه ما اخترت غيره، لأنه فعلا أنا كمان لفت انتباهي. مبروك. مرحبا أستاذ كمال. أهلا مازن. تفضل تفضل. ليش لحالك؟ وليش لحتى ما أكون لحالي؟ يعني أول مرة بشوفك بلا صحبة. بتحب أطلب لك غداء؟ لا، متغدى مع رفقاتي. اليوم طلعنا استطلاع مشان العمل الجديد. أخبت. يرحمكم الله، شو مرشح؟ لا، الظاهر شوية قريب. سلامتك. أي عمل؟ عمل الأستاذ مأمون. شلون شايفه، منيح؟ أنت شو رأيك فيه؟ أنا ما قريته لسه. معقول؟ وليش مستغرب؟ مأمون ما طلب مني إني أقراه. مو مأمون. لك أمين. رانيا مثلا. وشو المناسبة؟ يعني الشيء طبيعي. طبيعي؟ الكل بيعرف إنه شو؟ إنه بيهمها رأيك ومعتبرتك أستاذة. هذا صحيح، بس هذا ما بيعني إني احتكرتها واحتكرت لها رأيك. بعدين لا تنسى الحساسية اللي بيني وبين مأمون، يعني أي رأي ممكن أقوله بجوز يفسروا عداوة كارب. وليش انفعل؟ أنا ما انفعلت. أنا قبل ما أكون مهندس ديكور أنا رسام وبفهم بالتشريح، وعضلات وشك بتقول إنك انفعلت. يا سيدي وانفعلت، وهلا عضلات وشي شو عم تقول؟ عم تقول انك مليت مني. سلام، نسيت رفقاتي. خذ الامور ببساطه، لا تعقدها. كمال عمري بدك شيء؟ لا انا اسف، خليتك تصحي على قرقعتي. بالعكس، منيح اللي فيقتني لانه لازم كمل كتابي. بس الساعه 4:30 هسه. ايه، هذا احسن وقت للكتابه. هلا بفتح الشباك وبشم هوا نظيف. اساسا الجو بهالوقت بيكون مشبع بالاوزون، وهذا بيخليني بقمه نشاطي. حبيبي بدك شيء من المكتب؟ لا، بس كان بدي ورقتين فول سكاب ابيض. تفاجأت لقيت الدروج مقفولة.
لك هي شادية ما بتبطلها العادة. شادية؟ ايه كانت عندي هون عم تقرا دورة. دورة؟ نشو حبيبي، ايه دورة، بدي اعطيها تلعب دور الزوجة الأولى. يا ريت ما تستبقي الأمور، خلصي كتابي بالأول وبعدين قدمي للرقابة، ولما بوافقوا عليه بقي فكري بالتفاصيل الثانية. معك حق، بس يعني أنا معتمدة على دعمك. رح أدور لك على الأوراق، فظاع، ما بتبطل هالعادة، شوف مو مخلية شي على المكتب. يمكن مسرسبة، مسرسبة هالبنت لدرجة المرض. يمكن يمكن. ما قلت لك؟ هون. كثير مسرسبة. كم ورقة بدك حبيبي؟ كم ورقة؟ شي ورقتين بس، بدي سجل عليهم شوية ملاحظات. هي مجموعة. ها. قل لي حبي، شو أخبار المونتاج؟ منيح. في كم مشهد بدي ألغيهم، بصير إيقاع العمل أفضل. وأداء الممثلين؟ سامر طالع ظريف، محتاج ما بيخاف عليه، صاير حريف بسرقة الكاميرا. وأنا هيك من الأول كنت مفكرة فيه. يا أخي بيعطيك اللي بدك يا تمام. طبعاً كل شيء عم يصلك أول بأول. ورانيا؟ رانيا منيحة، عم تجتهد على حالها، بعتقد تطلع ظريفة. أنا بظن إنه هالبنت ذكية كتير وطموحة، ورح يجي يوم تسرق أدوار غيرها. لشو عم تلمحي؟ مو هيك كمان؟ هاي صح. تصبحي على خير. والوراق؟ بكرة. بقصد بعد ما نبلشي ساعتين. طيب حبيبي، تصبح على خير. بدك شي عمري؟ لا سلامتي. تصبحي على خير. وانت من اهله. اوعدك ولا يوم انسى، اوعدك ولا عمرنا، اوعدك ولا يوم انسى. يا ترى ليش كانت مخبية الأوراق؟ إذا كانت عرفانة فشي طبيعي تخبيهن، لأنه بهالحالة رح تكون متأكدة إني بدي بلش دور عليهن وأقراهن بالسر. التصاعد الدرامي صحيح. أحكيم. التصاعد الدرامي صحيح. بس هي إلا بالعادة تتحفني بإبداعاتها، ليش اليوم ما قالت لي شي؟ يمكن عرفاني وعم تمثل علي. معقول يكون عندها هالموهبة بالتمثيل وأنا ما بعرف؟ يا ريتها كانت موهوبة بالكتابة. لإمتى بدي ضل ألعب معها على لعبة البط والفار؟ إذا عندها الشجاعة تيجي تقول لي بوشي إنها كشفتني. الشجاعة؟ أنا اللي لازم أكون شجاع وفاتحها. أنا فعلاً جبان، كذا موقف بحياتي كنت فيهم جبان، وأهم من زواجي من رانيا. بس بدك اعترفت لها وطلعت ما بتعرف شي. يلا بكون عملت اللي علي، أول تو آخر رح تعرف. بتعرف ما بتعرف؟ بتعرفي؟ شو حبيبي؟ ممثلة. شو حبيبي؟ بتعرفي انه لك عندي دور بالسهرة الجديدة؟ إلي؟ أنا؟ لا، أنت أكيد عم تمزح. لا، عم بحكي جد. يو، بعد هالعمل؟ شو علاقتي بالتمثيل؟ بلكي عندك مواهب دفيني أنا ما بعرفها. شكراً على ثقتك فيني، بس حبيبي هاي المغامرة. صحيح أنا كتير بحب التمثيل، بس ما بعرف مثل. الله يخليك ما تقول لحدا من أصحابك، خصوصي سامر. وليه سامر بالذات؟ يعني ما بتعرف تعليقاته الحدة واللازعة؟ تعليقاته؟ إيه، ما حدا بيسلم من لسانه. ما شفته شلون بيستفزها لشادية؟ حتى رانيا يا سيدي ما سلمت من تعليقاته. رانيا؟ ليش شو حكى عن رانيا؟
هديك اليوم بسهرة عنا ما شفت شلون لمح عنا زواجها السري؟ بجوز لأنه مهتم فيها يعني. لا، سامر بحب لرانيا. كيف عرفتي؟ هو قال لي. أيمتى؟ ما بتذكر، بس يعني ما فترة قريبة. أنت لأيمتى رح تضلي عايشة بحالة ضياع؟ لحتى تتوضح كل الأمور. رح أستناكي. رح تستنى كتير. رح ضل بحبك. شو فايدة الحب؟ الحب مو لكل الناس. الحب مثل الخبز، في ناس بتصنعه، في ناس بتاكله. دور على غيري. رح دور عليكي. يمكن ما تلاقيني. رح لاقيك. بدي لاقيك. بتجنن. كلكم بتجنن. تاخذوا العقل لحد بكون. يوسف شو رأيك؟ والله الحقيقة في البداية كنت موفق بالدخول بأجواء العمل، يعني في دقة باختيار مواقع التصوير اللوكيشن، أو الأصح يمكن أنك كنت محظوظ بهالشيء، بس بتصور الفضل للمهندس مازن. هي شهادة بعتز فيها. يعني اللي بدي أقوله أنه في جو، في لغة كاميرا، في ذكاء بالمعالجة البصرية للعمل، بس يمكن ما كان في داعي للميلودراما بالأخير. صح، أنا هيك كنت حاسس. المهم خلي الناس تبكي شوي. استاذ يوسف كيف طالعه انا؟ انت يا مدام شادي اي عمل ما بتشاركي فيه بيكون ناقص. شكرا. بس اللي لفت نظري اكثر شيء هو بتصور ادائي الرائع، مو هيك استاذ يوسف؟ لا المهندسه رانيا في عندك حساسيه عاليه جدا في الاداء، خاصه في المشهد بيجمع بينك وبين مدام شاديه في المصنع. شكرا. الحقيقه بس الاستاذ كمال تعب معنا كثير، هذا المشهد عدناه 7 مرات. دخلكم لا تذكروني، أنا اللي هلكت وسقعت من البرد. أستاذ يوسف ملاحظ إنك عم تتجاهلني ولا ليكون نسيان إنه إلي دور بالعمل؟ لا يا سامر، على فكرة أنت ورانيا بتشكلوا ثنائي حلو كتير، كمال يمكن خرج تجمعهم بأكثر من عملها. حقيقة في عمل جديد مشترك بيناتنا، بس هالمرة مو مع الأستاذ كمال. للأسف يا أستاذ كمال، الحقيقة العمل معك بيجمع بين شغلتين هنن المتعة والفائدة. شو مخبي يا سامر ورا هالوجه اللي بيضحك على طول؟ هي تاني مرة بجي اليوم وما بلاقيه. شو تعمل؟ اتقلع. يعترف لا كمل، يقول لهديك لا، يتخانقوا كمل لا. شو اعمل؟ ما بصير، لازم يكون في شي شغله. شو اعمل يا عمي؟ الساكي صاحي؟ ايه، عم ادور على عقده، بدي عقده تكون محبوكه كثير. اكثر من هيك؟ طيب فكرة على مهلك، أنا فايت نام. استنى استنى، بدي أقرأ لك مشهد غير مجرى الشخصية. أنا شخصية؟ شخصية جوز التنتين. طيب تفضل. اسمعي يا سيدي، بعد اضطراره للمكوث عدة أيام في بيت زوجته الأولى بسبب المرض، عند بداية تحسنه يذهب لزيارة زوجته الثانية، فتفتح له الباب قائلة: القديمة تحلى ولو كانت وحلى. بس هذا مثل مصري. وإذا كان حبيبي وإذا كان كل الناس بتفهمه، أساساً المسلسلات المصرية مالية الدنيا. إيه؟ سميها تلاقح لهجات. طيب وين التغيير اللي طرأ الشخصية يعني؟ شلون وين التغيير؟ بسبب مرضه لجأ لمرته القديمة وقعد ببيته كذا يوم. شو يعني؟ شلون شو يعني؟ يعني لما حس بالضعف ما لقى غيره قدامه
لأنها حنونة ولأنها بتحبه، ومن هون بلش الصراع بينه وبين مرته الجديدة. بس لازم توضح هالشي بالسيناريو أكتر. إيه روحي، إيه حبي، رح يتوضح. هلأ بدي أكتب مشهد خناقة بيناتهم أتوضح الشي اللي أنا بدي أقوله. معلش لجينا، أنا تعبان وبدي نام، بتبقي بتقري لي بعدين. أوكي حبي، تصبح على خير. ما تنام. ألو. أهلا يوسف. شوف عدد مجلة اليوم كمان، في مقال عن السهرة. طيب، وأنا نازل باخذ عدد. لا لا تشتري، أنا شايل لك نسخة معي. شكرا. وين بتحب نلتقى؟ عند رانيا. عند رانيا؟ طيب، أوكي. إلى اللقاء. مين حضرتك؟ منزل الفنان العظيم رانيا؟ لا أنا آسف، بجوز غلط بالبيت، يمكن ساكنة فوق. فوق في سطح وكم قطة. لا دخيلك ما بعرف، خرمشت القطة. العيون الدباعة أحلى. تركت الإخراج وبلشت تألف أغاني؟ تفضل. ثلاث أيام؟ إيه طولي بالك. ثلاث أيام ما بشوفك فيهم؟ هذا بدل ما تتصلي فيي وتطمني على صحتي، ما بتعرفي إني مريض؟ اتصل فيك؟ شو المناسبة؟ تقربني شي؟ طبعا ما بقيت اقربك. مشاريعك المشتركة كتراني مع الأستاذ سامر وأنا آخر من يعلم. اصحك تقلي إنك غيران وإلا بزت حالي من الشباك. خلي عنك، أنا بزتك. غليظ. ليش لحتى ما غار؟ اللي بغار بيترك مرته الحلوة الصغنطوطة ثلاث أيام بدون ما يشوفها. عم أقلك كنت مرضان وأنت شفتي بعينك. يعني لو ما رحنا لعندكم صدفة وتفرجنا على السهرة، شو كان بده يعرفني إنك مريض؟ المهم اشتقت لك اشتقت لك اشتقت لك. يا حرام بتشفي. بالمناسبة امبارحة مرقت لعندك مرتين على البيت ما لقيتك. إن شاء الله مفكرني قاعدة وحاطة إيدي على خدي وعم بستناك. امبارح كان عنا بروفا صبح ومساء، ونزلنا على السوق أنا ومصممة الملابس مشان نشتري تياب للعمل الجديد. ولحقتي تقري وتعطي موافقتك؟ ثلاث أيام. ثلاث أيام كافين ووافين، خاصة أنا ما عندي لا شغلة ولا عملة. شلون العمل منيح؟ يعني مهم أنا أخذ دور البطولة. خذوا اقرأ. وشو الفايدة طالما أنك وافقتي تشتغلي ومشي الحال؟ ولو أنا بيهمني رأيها. هيك قال مازن. شو؟ لا ما في شيء، عم بحكي مع حالي. لو ما غبت عني ثلاث ايام كنت قريته معي واعطيتني رايك وفرضت عليهم تعديلات. هلا بشو بدي احلف لك اني كنت مريض ومو قدران اتحرك من الفرشه؟ طبعا ما دام حرمك المصون عم تهتم فيك، لشو لا تتحرك من الفرشه؟ شو انا شامم ريحه غيره؟ ليش لا؟ طالما القديمه تحلى ولو كانت واحلى عقولك المصاروي. شي بيضحك مو هيك؟ فعلا شي بيضحك. اصلا انت هيك دائما بتميع الموضوع مشان ما نوصل لشي جدي. شي جدي؟ على كل حال اذا حابب تتخبى لانه جاي الاستاذ يوسف يعمل معي مقابله. اهلا وسهلا. يجي امتى ما بده يجي؟ إنه قال مو فارقة معك. لا مو فارقة معي. ما في مشكلة إذا إجا وشافك هون؟ وين المشكلة؟ عن جد كمان؟ عن جد؟ ها إجا الأستاذ يوسف. أهلين أستاذ يوسف. صباح الخير يا سيرانيا. أهلين. كيفك؟ أهلين يوسف. صباح الخير. صباح النور كمان، سبقتني. تفضل مثل ما لك شايف. وين المجلة؟ شايف الصفحة 20.
كاتب عنك كلام ظريف يا أنسة رانيا. شكرا. عدم المؤاخذة، اتفقنا نلتقى عندك إذا ما عندك مانع. أهلا وسهلا. هو أنا ساكن بأقصى جنوب وكمان بأقصى شمال المدينة، وأنت بالوسط. على كل خير الأمور أوسطها، والأستاذ كمال بيعشق شيء اسمه حلول وسط. رح ساوي لكم القهوة. تفضل. شكرا. لجينا قالت لي إنه في خناقة. قالت ما قالت. كمال ما رح تقرأ شو كتبت؟ بلا بلا. شو رأيك أستاذ يوسف؟ تحب نبدأ المقابلة؟ مثل ما بدك. جاهز أنا. ما بدك تشربينا قهوة؟ عم بنتظرها لتغلي. بتغيدي قهوة أنا؟ بخاف تفورها. أنا بعتقد إنه ما في حدا بالعالم بيساوي قهوة أطيب من قهوة الأنسة رنا. ليش دقت قهوتها؟ لا بس إنسان بهالجمال بهالحساسية المرهفة يا كمال لازم تكون قهوتها طيبة كثير. نيال. مين؟ صاحب النصيب. حتى أنت يا يوسف. يسلموا هالإيدين، إجت بوقتها، كثير كانت جاية على بالي القهوة. تفضل. يسلم هالإيدين. العمر. شايف الجريمة والعقاب قدامك. أي والله، بعد ما حكيت لي عنها قلت لازم أرجع أقراها. أي لجينا، احكي لي شو بيصير بعد الخناقة؟ أنا بخناقة؟ يلي بصير بين الزوج وزوجته الثانية. ايه 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 يلا ها. لا تقولي لي رأي، احكي لي اياه ونحكي. على عيني. هذا يا سيدي بعد ما بيتخانقوا بمر يومين وما بيروح لعندها. ليش؟ يو شو ليش؟ لأنهم متخانقين. ايه وبعدين؟ بعدين ما بيقدر على فراقها، بيروح لعندها وبيصالحها وبيقرر يعترف لزوجته الأولانية بزواجه. وبيعترف؟ لسه لهون وصلت ومالي عرفانة شو بدي أعمل. قلي عمري قلي، خليه يعترف ولا لا؟ والله أنت أدرى. يعني أنت لو كنت بمحله شو بتعمل؟ ما بعرف. يو طيب كمخرج حبيبي عمري، أنت كمخرج شلون بتحل الموضوع؟ الموضوع بحاجة لتفكير. تصبح على خير. كمان؟ ايوه. سكر الباب وراك حبيبي. حاضر. ليش عم تلحقني؟ عفوا يا اخي ممكن توضيع. انا شفتك ماشي وراي مشان ايش؟ يا اخي انت فهمان غلط، انا لا بحياتي شفتك ولا بعرفك، ممكن تبعتي سياره من المرور، معي مرة راحت ولاد. ممكن تبعتي لنا سياره مشان المرور.
سلام. ليش؟ كيفك سلام؟ شو المفاجأة الحلوة هي؟ ايه سيدي من أولها، شو بتحب الشربات؟ في عنا قهوة، في شاي، في زهورات، في شاي. شاي. أبو موفق كاس شاي إذا ممكن. شو بلشتوا تعملوا بروفات؟ وبكرة رح نبدأ تصوير. أوف بهالسرعة؟ إيه طبعاً، هذا قطاع خاص. ولحقتوا تستطلوا أماكن تصوير؟ مو كله، بس بكرة بدنا نبدأ استوديو. لا سيدي. بتصور ما حنبلش تصوير لترجع رانيا من السفر. ليش وين رانيا؟ قال سافرت لعند أهلها. بس أنا بتصور اليوم بالليل بتوصل. ما بتعرف، أحياناً هالرانيا صاير بيصادفها مزاج ما حدا بيفهمه. هذا إذا فعلاً راحت لعند أهلها. إيه صحيح، نسينا عريس الغفلة. شادية حطق على ما تعرف مين هو. بس أنا بتصور الأستاذ كمال بيعرف. شو بيعرف الأستاذ كمال؟ مرحبا يا شباب. أهلين. أهلاً شادية. أهلين أستاذ، وينك يا أستاذ كمال؟ كل ما بيجي لعنده على البيت ما بلاقي، وين بتكون؟ من سوء حظي. أما مدام لجينة شو عم تكتب تمثيلية سارة؟ بتطير العقل. عجبتك؟ عجبتني كثير، بس ناقصة شوية تعديلات وبتصير بتطير العقل. عجبتك لأنه إلك دور فيها، عم تفصل لك يا المدام لجينة تفصيل. لا سيدي، عجبتني لأنه ممكن تصير بأي بيت. مو هيك استاذ كمان؟ طبعا طبعا. مساء الخير يا شباب. اهلا استاذ. اهلا استاذ يوسف، كيفكم؟ هيك يا استاذ، هيك ما بتتذكرني غير بسطرين، الله يسامحك. معلش هادي هالمره الزراعيه بدأني، مرتي جاي رح اوضح لك اياها. يا عمي اضحكي بعبك، منيح اللي متذكرك بسطرين، انا يا دوب ذاكر اسمي. طبعا يا عمي، العز للاستاذ كمال والاستاذه رانيا. طولوا بالكم يا جماعه، اولا الاستاذ كمال هو مخرج هذا العمل، والانسه رانيا هي محور هالعمل. وبعدين اثنين بصراحه بيستحقوا ينحكى عنهم بصوت عالي كمان. كلكن عم تتآمروا علي، كلكن عم تتآمروا علي. كمان انت هون ليش قاعد على العتمة؟ أنا متأكد إنه كل شيء صار على عتمة. هون صار الاجتماع. بهالصالون تمت خيوط المؤامرة ضدي. مؤامرة؟ كلكم متآمرين ضدي، وأولهم أنت. يوم انتهيت التصوير، كل أفراد العصابة اجتمعوا عندي، ما عدا زعيمهم يلي هو أنت. وبلش الحديث عن الفن وإشكالاته، وإلى ما هنالك وكل شيء طبيعي، ما في شيء يدعو للشك. لجينا فجأة بتبدأ اللعبة. اتأخرت رانيا، بترد شادية ما أنا فاضي، يمكن متزوجة بالسر من رجل مشهور. سامر بيقول أنا ملاحظ أنها عم ترفض مين يوصلها ويجيبها. أما يوسف الناقد الجدي فبيقول أنا ما بشتغل بمجلة فضايح. ومازن الديكوريست الخجول بيلتزم الصمت، وانا بشارك باللعبه ومعتقد باني ذكي وبطلع اغبى واحد بالعالم. كمال يبدو انت تعبان. كلكم متآمرين ضدي، كلكم بدكم تجننوني، بس انا ما رح اسمع لكم، ما رح اسمع لكم. بتعرف كمال انا حاسه انك انت اخترعت اللعبه وصدقتها لأنك حابب تعيش هيك جو من الإثارة كونك مخرج، وبتحب تحول كل شيء لدراما حتى بالحياة. وبجوز باللا شعور حاسس إنه لجينة كاتبة فاشلة وأنت شفقان عليها وحابب تعمل لها أهمية معتمد لي على هالكام صدفة اللي مروا معها بالسيناريو. منين جايبي هالأفكار؟ هيك إحساسي. أنا ما عم بحكي عن إحساسك، أنا عم بحكي عن طريقة تنظيمك للأفكار. صاير عم تحكي مثل يوسف. شفتي شلون؟ كلكم متعاملين ضدي، كلكم بدكم تجننوني. كمال خلصنا معها. لا ما خلصنا، ما خلصنا. بدي أفهم ليش عم تضحكوا علي؟ ولك أنا مخرج بلعب 50 و100 ممثل بأصابيعي، جايين 4 5 بدكم تضحكوا علي. لك خلاص 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 رانيا حبيبتي، اهدي 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 رانيا اهدي. انا ما عاد فيني اتحمل، ما عاد فيني اتحمل.
هذا شو؟ هذا مو زواج، هذا لعنة وحلت علي. أنا ما عاد بيتحمل. شو عملت بحالي؟ أنا شو عملت بحالي؟ شو عملت بحالي؟ راديا أنا آسف، أنا فعلا آسف. ما في داعي للأسف، ذنب مو ذنبك، ذنب ذنبي أنا اللي قبلتكم بهيك موقع. يعني ندمانة؟ ندمانة؟ ندمانة هي كلمة ما بتكفي. أنا متورطة بمجرد إني أقبل عيش بالدرجة الثانية وإني أقبل عيش بالشوارع الخلفية لحياتك، فهي هي الورطة بعينها. شو والله جابرني؟ ليش كل هالشي؟ أنا ممثلة من الصف الأول وما بقبل إلا إني أكون الأولى بالفن. ليش بدي أكون غير هيك بالحياة؟ ليش كل هالشي؟ وأنا متحملة كل هالشي لأني بحبك، لأني بحبك عملت فيني كل هالشي، خليتني إنه أنا متآمرة عليك وعم بستغبيك وإنه بدي جننك. ليش؟ ويا ريت بس أنا كل أصدقائك دخلتهم دائرة شكك وحولتهم لأعداء بدون ما يدروا. ليش كل هاد؟ ليش كل هاد؟ لأنك جبان. بعرف. ما رح أطلب منك تكون شجاع، طمن، بس بدي إياك تفكر على مهلك وبهدوء وبعيد عن شعوذات لجينا. بدي إياك تطلع بحل، لأنه هذا الوضع ما عاد محتمل، والحل اللي بيريحك. تصبح على خير. رانيا بتحبيني؟ تصبح على خير. مش كل هالشي لأنك جبان. بعرف. ما رح أطلب منك تكون شجاع، طمع. شكل اليوم السوبر ستار تبعنا احلى نجمة. بتعرف كيف احس وجهك مرتاح اليوم؟ جاد؟ ايه احسن. اهلين استاذ كمال، كيفك؟ الحمد لله. في مشكلة؟ بالعكس ولا احلى من هيك. طيب بالإذن. كمان ليش هيك عملت؟ مرتي وأنا حر فيك. كمال اليوم قررت
اني فاتح لجينا بالموضوع. بس ما بقى في داعي للانتظار اكثر من هيك. مسكينه لجينا. صح، بس اي حل تاني بنصير نحن المساكين. ما كنت متصوره الموقف صعب لهالدرجه. لذلك لازم نتجوزوا بسرعه. يا ربي ولجينا. اليوم المساء بعد ما تخلصي التصوير بتجمعي الناس اللي بدك اياهم ببيتك. انا المساء بمر لعندك وبنعلن زواجنا. لجينا؟ 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 بعد أن تفشل كل المحاولات لإبعاد الزوج عن زوجته الثانية تقرر الأولى قتل الاثنين فتقول لازم هالحشرتين يموتوا. قتل الاثنين وصلت للقتل؟ لا أكيد هي مجرد مصادفات. بس ليش حاطة الأوراق على الكومادينا؟ قصد خليني اشوفهم. تركي ورق فاضي اكيد مخبي لك مالي بالمكتب. لأني قررت أن ألزم جانب العدالة اخترت أقل الحشرات نفعا، وقررت بعد أن أقتلها أخذ كل ما يلزمني حتى أستطيع البدء بخطواتي الأولى. شو هالغراض هدول؟ فظيعة هشادية فظيعة. بتعرف شو في عندي وشو في ما في عندي. خلتني اشتري كل شي ناقصني. شو هي؟ أنو؟ هي فرامة بقدونس. يعني بس بتفرم بقدونس؟ لا
بتفرم كزبرة، بتفرم ملوخية، بتفرم لحمة إذا بدك. صحيح حبي، قبل ما أنسى، أنا حطيت لك السيناريو على الكوميدينا بأوضة النوم، شفته شي؟ لا. كنت بدي إياك تقراه، لأني واقفة عند نقطة محتارة فيها كتير. شو هي؟ القتل مسموح فيه رقابياً؟ رقابياً مسموح فيه، بس قانونياً لا. عم بحكي جد، مالي عم بمزح، مدري ليش كنت مفكرة إنه ممنوع. شو هو؟ القتل. مين بده يقتل مين؟ الزوجة الأولى بتقرر إنه تخلص على جوزها وضرتها، لكن لحديت هلأ مالي عرفانة بشو بدها تنفذ عملية القتل؟ بسيطة، فرابة البقدونس. والله فكرة، برافو كمالو، برافو حبيبي، صحيح إنك مخرج؟ ايه بس أنا شايفك لفيتي لفيتي ورجعتي للبوليسي. مو بإيدي عمري، بحب البوليسي وبجن بالبوليسي، بس هالمرة محاولة أقول شي. شو هو؟ البحث عن الخلاص بواسطة القتل، لأنه الزوجة الأولى بتحس بنفسها أنه ضحية، لذلك بتقرر أنه تحقق العدالة بإيدها لأجل خلاصها وبدون ما تلجأ للقانون، لأنه القانون أصلاً ما حماها. ايه بس رقابياً إذا ما بيعاقبها القانون ما بيوافق على النص. طبعاً حبيبي طبعاً، أنا لح أخليها تسلم حالها للشرطة. ايه بس ممكن تنحكم إعدام. بعرف عمري بعرف، بس هي واصلة لمرحلة علي وعلى أعدائي. صدمت ما هيك؟ ليش لحالك؟ ما قلت لحدا، ما تجرأت. منيح هيك عملتي. ليش؟ وأنا كمان ما فتحت لجينة بالموضوع، مو لأني ما تجرأت ولا لأني خفت على مشاعرها. لك على شو؟ لجينة خطيرة يا رانيا، أخطر مما بتتصوري. أنا عشت معها كل العمر واكتشفت فجأة إني ما بعرفها. خير؟ لجينا مبلشت تتأثر بدوستويفسكي، مو بس هيك بالتحديد بشخصية راسكولنيكوف، واصلة لقناعة بأنه الزوج والضرة حشرتين ولازم يموت. الحق علي، أنا اللي خليتها تقرأ الجريمة والعقاب، وأنا اللي أقنعتها بمبررات راسكولنيكوف يلي بدافع فيها عن القتل. بس أنا شايفة أنه أنت اللي متأثر فيه، بس هالمرة أنت القتيل والقاتل. أنا ما عم حكيكي هالحكي لحتى تسخري مني. يعني هلأ شو بدك؟ بدك تفهمني إنه لجينا صارت كاتبة مهمة بين يوم وليلة؟ لا، بدي فهمك إنه لجينا فعلاً قررت إنه تقتلني أنا وياكي. صدقيني يا رانيا. طيب وشو المطلوب؟ المطلوب إنك تحسي بخطورة وأهمية الموقف. جمال، بيظهر انت احدك الحال ونسيان انه نحن ببلد فيها قانون وشرطة. ما هون المشكلة. كيف يعني؟ لجينا مو فارقة معها، ولما قلت لها انه القاتل ممكن ينحكم اعدام قالت لي بعرف وعلي وعلى اعدائي. لجينا قالت لك هيك؟ ايه بس على لسان الشخصية اللي عم تكتبها. كمال انت رح تجنني،
كم مرة وعدتني إنه بدك تنسى اللي عم تكتبه لجينا؟ أنا حاولت إني أتجاهل الموضوع، بس هي حطت لي السيناريو مخصوص على الكوميدينا مشان أقراه. لجينا عم توجهني رسالة تهديد يا رانيا. لهالدرجة مخوفتك؟ أنا مالي خايف على حالي، أنا خايف عليكي أنتِ. وأنا مالي خايفة، وهلأ رايح أواجهها واللي بده يصير يصير. لا رانيا أرجوكي. كمال، هالقصة لازم تنتهي وبأي طريقة. أنا ما بدي تكوني أنت الضحية، أنا مو مستعد غنى فيك ولسه في عنا وقت لنمنع المجزرة. كيف يعني؟ رانيا، لو بتعرفي قديش بحبك. أنا بحبك لدرجة بتمنى فيها لو أمسك محاي وأمحي كل الماضية وما أشوف غيرك بذاكرتي. لو غمض عيوني فتحهم وأكتشف إنه كل شيء عم بصير معنا مجرد كابوس، وشوفك قدامي بوجهك الحلو وضحكتك اللي مثل ضحكة الأطفال. بس شو قصدك كمان؟ رانيا، نحن لازم نترك بعض. لو بتعرفي قديش عم بتألم من هالقرار. أنا بحبك ومو مستعد تشوفك عم يصير لك شيء. أنت لازم تكوني البطلة دائما بالفن وبالحياة، وخصوصا بالحياة. رانيا، أنت طالق. هي تركت رانيا، كيف بدك تكمل السيناريو يا لجينا؟ كمال، كمال حبي. شلون راح تنهي السيناريو يا لجينا؟ نهيته حبي، نهيته، بس ما بتتوقع شو عملت يا سيدي. بآخر لحظة تذكرت إنه مدير النصوص قال لي إنه بده ياني إنهي أعمالي نهاية سعيدة، لذلك خليته الزوج يرجع يحس بزوجته القديمة إنه هي حياته وتاريخه وفشله ونجاحه، وخليته يرجع لها ويترك مرته الجديدة. شو رأيك حبي؟ شو رأيك عمري؟ بشرفك مو نهاية سعيدة؟ فعلاً، فعلا نهاية سعيدة، فعلا نهاية سعيدة، فعلا نهاية سعيدة. هاهاهاها.